درسنا مع معالي المحافظ ايضا عمل منطقه تسخيريه على 50 فدانينا وفيها خير لاهلنا، تخلق فرص عمل، تعمل توصيل وتشغيل وتصدير للخارج. بندرس مشروع ايضا يتعمل به الطماطم وتصنيعها، والطماطم يصدر للخارج مع جانب ايطالي وخلافه. بندرس عمل اسواق موجوده هنا، مناطق تجاريه. الهدف تصب تحتنا الناس تشتغل تلاقي فرص عمل، لاننا هم الامور عند كل الاسر وعند كل اللي موجودين. احنا كل يعني ذهننا موجه ازاي نقدر نلاقي فرصه عمل طيبه. الحاجه الثانيه على استقرار الاسره، طول الوقت بنجتهد ونحاول بقدر طاقتنا ان احنا نكون موجودين مع الناس بحيث ان هم يلاقوا سلع متوفره موجوده الحمد لله، وده باسعار معقوله، ونعمل اي فرصه تديهم حاجات مجانيه. الناس اللي حوالينا دول انا سالهم، سال يمكن 10 افراد منهم احنا داخلين، اللي طالع له 100 جنيه في النقاط، اللي طالع له 150، اللي طالع له 80، ده كلها مساعده مع الناس. يعني السلع دي مجانا، فبالتالي دي مساهمه مع الدوله بتساهم فيها مع الناس ان هي تلطف عليهم حياتهم شويه. دي ادوس ايه؟ ده بنجيبه حضرتك.